this camp we have about 370 families with average of 5 people for each family. There is a big need for shelter and food that they lack now. And you can see that the tents are not good for winter, and they are not having enough food. بعض الأوقات يعني الدم بركب لهم بالشهر 3 مرات وبعض الأوقات ما حصل دم أضطر إني أشتري شراء من الناس العلاج غالي حقا بعض الأوقات إني أشتري لهم الدم شراء بفلوس أضطر أشتري لهم دم يعني بفلوس وأدخل المستشفى والمستشفى هنا ما قصر ماجد يعاني له مدة طويلة لكن هذا يعني كثر المعاناة حقه من أيام الضرب الحروبات هذه والثاني يعني تأثروا مع الضرب هذا يعني علم الله وش اللي حصل فيهم واخسر فيها وارجع وان بعض الاوقات ابيع من داخل البيت على اساس اني اروح اجيب له التاثير الاقتصادي هو مؤثر علينا اشد حاجه بيوت خربت كانت تدمرت عندي مكان مستودع كان الكهرباء والسباكه يعني تدمر من مره انتهى اللي كنت املي فيه ان انا يعني ابني عيالي مستقبل جاي انتهى